بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الابتسامة، صباح النشاط والهمة لجميع الصم وأيضا المترجمين بلغة الإشارة. في مواضيع كثيرة وأيضا فقرات متنوعة وجميلة في برنامج قهوة صباح، وأيضا التنظيم الرائع، وأيضا التواصل اللامحدود للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأيضا للتطور. اليوم إن شاء الله من ضمن أخبارنا، أنا أقدم شكر لوزارة التنمية الاجتماعية على تفعيل الورشة حلقة العمل التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية حول التفعيل في الاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لأهداف وضعت ترسم للأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضا إن شاء الله بإذن الله بنحاول إن شاء الله نستضيف أحد من وزارة التنمية الاجتماعية. أنا سعيد جدا على ضيفتي الدكتورة عائشة الكيومي، عضو أيضا وعضو شرفي في الجمعية العمانية للإعاقة السمعية، وأيضا طبعا هي عضو في مجلس إدارة وممثلة للسلطنة في مجلس إدارة الإعاقة الخليجية. وأيضا طبعا الدكتورة ما شاء الله عليها ناشطة جدا بكل ثقة، وهي داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأنا طبعا متحمس جدا لأحاورها في بعض الأسئلة. بداية صباح الخير، السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور أخي الكريم أستاذ سلطان. شكرا جزيلا لك. طبعا دكتورة سؤالي لك، طبعا ما هو الشعار والملتقى الذي ل17 ايضا التي نظم في دولة الكويت، شعار الملتقى للجمعية العاقة الخليجية، ما هو هذا الشعار؟ هو الشعار الملتقى في هذه السنة تغير، ربما راعى الخصوصية الدقيقة لذوي الإعاقة، وهو كان العنوان المؤتمر الذي أقيم في الكويت في الفترة من 28 إلى 30 مارس. كان عنوان المؤتمر بالاستقرار النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة، مرحلة البلوغ والمراهقة والزواج. شكرا، ممتاز. أنا أريد أحاورك طبعا، ولدي حماس أيضا سردي لي موضوع اللي صار في بخصوص تنظيم، أن حقيقة كان رائع، وأيضا رئيس مجلس إدارة منى طبعا أوجه لها جزيل الشكر، وأيضا ضيف شرف وأيضا في البحرين ودول الخليج، وأشكرهم جزيل الشكر طبعا لتنظيمها. سؤالي دكتورة، كيف الحلول والحياة لأزواج من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الإعاقة البصرية أو أيضا الإعاقة الحركية أو أيضا الإعاقة الذهنية والإعاقة السمعية؟ والله حقيقة هو الأمر يطول، ولكن سوف أحاول الاختصار. بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية، أتذكر جلست سابقا من فترة من سنة أعمل استبيان حول ودراسة حول زواج ذوي الإعاقة في السلطنة، لم نجد أي إشكالية سابقا في زواج ذوي الإعاقة الحركية. حاليا الحمد لله، لأن التكنولوجيا غيرت الكثير، فذوي الإعاقة يعني لم خاصة النساء والرجال أيضا لا يجدوا أي إشكالية في الزواج. لكن سابقا لما سألت في قبل عصر النفط، بالنسبة للنساء الإعاقة الحركية جدنا صعوبة شديدة. لماذا؟ لأن من الصعب عليها تتحرك وتقوم بأعمال المنزل، لأن بحكم ماشي كراسي كهربائية، لا توجد كراسي كهربائية، لا توجد عكازات في من الفترة القديمة جدا. أما بالنسبة للإعاقة البصرية، هنا الأمر يختلف. النساء من ذوي الإعاقة البصرية سابقا لا يجدن أي إشكالية في الزواج، وغالبا ما تتزوج المرأة الكفيفة، ولكن في الوقت الحالي نجد هنالك إشكالية ربما في زواج نساء الكفيفات أقل عن الفترة السابقة ما قبل عصر النفط. إذا أتينا بالنسبة أيضا للنساء من ذوي الإعاقة الفكرية،
بالنسبة لذوي الإعاقة الفكرية حاليا يجدنا أيضا صعوبة شديدة في تخوف أحيانا الأهالي، وأحيانا صعوبة تدريب الأهالي على مواضيع حساسة مثل الزواج والبلوغ وغيرها، والتكاليف التي يجب أن تقوم بها المرأة المتزوجة إن كانت من ذوي الإعاقة الذهنية سواء البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة. أما بالنسبة للنساء الصم، أجريت أيضا استقراء لواقع المرأة الصماء في السلطنة وموضوع زواجها. وأثناء حواري عند البنات الصم، البعض منهم بنسبة 50% ذكرنا لي أن أحيانا لو يتقدم الرجل من ذوي الإعاقة السمعية للبنت هي توافق، لكن الأهل يتخوفوا من أن ينجبوا أطفال ذوي إعاقة سمعية وفاقدين السمع. هذه نقطة. وأحيانا المرأة الأم أقصد والأب يتأمل بأن يكون الرجل الذي يتقدم لابنته أن يكون السامع حتى يقضي لها بعض الاحتياجات التي يتطلب من الزوج أن يقوم بها، ولكن هذا الأمر في نوع من يشوبه الخطأ. والسبب أن الرجل والمرأة كينونة الزواج تعني الاستقرار النفسي، التواصل الروحي، التفاهم. فعندما يجد الرجل الشاب الأصم بنت من فئة الصم أيضا تتواصل معه نفسيا وروحيا وبلغة الإشارة، يقدر أن ينقل كل ما في قلبه وفي نفسه وفي مكنون حياته إلى الطرف الآخر ويحدث الانسجام. الأمر ليس مرتبط بمعنى بالإعاقة، لأن الإعاقة ليست يعني لا يجب أن نزيدها عوائق في راحة هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقات بصفة عامة. أما بالنسبة للرجال أقل إشكالية، يعني ربما أسهبت في الحديث عن النساء في موضوع الزواج. وبالنسبة للنساء الأمر يعني بالنسبة للرجال الأمر الحمد لله رب العالمين لا يواجه أقل يعني إشكالية، إلا ذوي الإعاقة الذهنية يواجه أيضا إشكالية في موضوع الزواج. هنالك أيضا أحيانا من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية يواجه إشكالية، لكن ليست كونهم من ذوي الإعاقة، ولكن بسبب بحكم وضعهم الاقتصادي لأنهم ما يمتلكوا أعمال ورواتب قوية، ودائما الأسرة تبحث عن الكمال بالنسبة لزوج ابنتها. هذا بالنسبة للزواج. ممتاز، سرد واضح وأيضا حلول جيدة بصراحة، ما شاء الله عليك، وأيضا فرص وحلول ممتازة إن شاء الله بإذن الله. طبعا لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الله يسعدهم إن شاء الله بإذن الله، وهم على خير بإذن الله وأمورهم تكون واضحة بإذن الله. وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية طبعا عندما نقوم بالزواج من نفس الأشخاص ذوي الإعاقة الصم طبعا أولادنا يكونوا ناطقين. بالنسبة لهذه النقطة ربما أذكر أن الأستاذ سلطان العامري تم اختيار الأسرة المثالية للزواج السعيد، وتم تمثيله وهو مثل السلطنة في هذا المؤتمر. والسبب أنه حاز على قصة زواجه وتأثير زواجه على تطوير المجتمع من النساء الصم ومن الشباب الصم أيضا، أعطت يعني الأولوية له بأن يكون قدوة يحتذى به. كيف؟ بأن قدر أن هو وزوجته، الزوجة تسعى لتثقيف النساء الصم، وهو أيضا يسعى لتثقيف ولدعم مع المؤسسات المجتمعية من القطاع الخاص وغيره، وأيضا الغوص في مشاكل ذوي الإعاقة السمعية وتوضيح الصورة الصحيحة، بأن لا يعني أن زواج شخصين أصم أن أبنائهم سوف يكونوا صم، وإن كان بعض يعني ربما تغلب أحيانا إن كان الوراثة أو غيره، ولكن هنالك الآن حلول القوقعة الإلكترونية والسماعة وكذلك التخاطب والنطق، الجلسات التي يحصل عليها الطفل. فهنالك أمثلة كثيرة من ذوي الإعاقة السمعية هم من الصم ويعيشوا بانسجام. لماذا؟ لأن اللغة المشتركة بينهم لغة قوية. وأنا حقيقة أذكر جلست مع كم من الأمهات ذكر لي تقول لي دكتورة وش الحل، أنا والدي تزوجته بنت ناطقة وطلقها بعد كم شهر، وزوجته بعد كم سنة
بنت ايضا ناطقه، وتم يعني ليس هناك انسجام ما بينهم. قلت يجب ان يختار بنفسه الشخص الاصم من يريد، ان كان يريد بنت من النساء الصم فلا تقطعي عليه الطريق، لان الزواج ما هو الا انسجام ولغه تواصل، أيا كان لغة التواصل، لغة التواصل بالعيون، لغة التواصل بالأيدي، لغة التواصل بالشفاه، أي لغة كانت، أهم شيء الانسجام والراحة النفسية. طبعا قشعر بدني، طبعا هذه حقوق، طبعا حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا لا هذا حق لهم، واجب طبعا، وأيضا حياة، ويجب تثقيف الأشخاص للنهوض بهم وتطورهم، ثقافة ممتازة. وأيضا دكتورة أنت كخبرة وأيضا في مجال، وهذه فرصة للأسر أيضا للمشاهدة بهذه الأشياء، لأن الدكتورة خبرة في هذا المجال طبعا. ويجب على تثقيف الأسر بأن الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا منتجين وفاعلين، وأيضا طبعا الدكتورة هي مشاركة أيضا في جميع المؤتمرات سواء في السويد أو أي مناطق، وأيضا ممتاز. ويجب على الأسر أيضا الاهتمام بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأيضا إن شاء الله بإذن الله الأشخاص الناطقين بإذن الله بيكونوا مترجمين في المستقبل بسهولة التواصل معهم. سؤالي لك دكتورة، فرصة الملتقى هل كانت لها فائدة ومردود إيجابي لهذا الملتقى الذي نظم في الكويت من ناحية المجتمع؟ حقيقة المؤتمر فتح لنا مفاجآت، مثل ما يقول الفقراء مفاجآت من العيار الثقيل، بمعنى من الدراسات الميدانية التي أجريت في دول الخليج أن بعض ذوي الإعاقة الذهنية من النساء الأهالي يكون ردة فعلهم حول فترة بلوغهم وفترة المراهقة يتخوفوا ويتم إزالة أرحام الفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية، وكذلك أيضا يتم إعطاء بعض الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية بعض الأدوية أو بعض العلاجات التي توقف عندهم موضوع الإنجاب مستقبلا. فعندما تساءلنا مع أولياء الأمور ما الدافع، قال أنا أتخوف لأن هذا ربما يقلب لي العار عندما يحدث، إن لا يقدر أن يتحكم بنفسي في مرحلة المراهقة وغيرها. لكن هذا الأمر إن كان وجد أو هو حقيقة إن وجد أكثر من تم رصد أكثر من 8 حالات قاموا بهذا الفعل، والأمر مستمر. لا يجب أن يكون هنالك تشديد في موضوع التشريعات والقوانين والأنظمة التي تحمي هؤلاء الأشخاص، يجب أن يوجهوا توجيه صحيح بأن المراهقة منذ بداية الطفل يجب أن يمهد بأن كيف تعامل مع هذا المرحلة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين في مراكز التأهيل، من خلال أيضا الآباء والأمهات تثقيفهم كيف يتم السير بأمان بهذا الطفل بهذا الشخص بدون أن يكون هناك تأثيرات سلبية على نفسه وعلى المجتمع. ممتاز ممتاز، طبعا فائدة كثيرة أيضا كانت في الملتقى وكان ناجح طبعا. سؤالي لك طلب، هل في استضافة إن شاء الله مؤملة للسلطنة لجمعية الإعاقة الخليجية؟ السلطنة الحمد لله رب العالمين قام بدور كبير جدا من خلال وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال المؤسسات الحكومية، حيث تم استضافة السلطنة استضافة الجمعية الخليجية للإعاقة عام 2006 وأيضا عام 2012، وإن شاء الله من المؤمل إن شاء الله السنوات القادمة إن شاء الله سوف يتم استضافة هذا العرس الجماعي لدول مجلس التعاون في التحاور من أجل الارتقاء بذوي الإعاقة أيا كانت إعاقتهم، وإن شاء الله سوف تكون الفائدة والمردود لدول الخليج بأكملها بعون الله. جدا حماس إن شاء الله بإذن الله، أنا لدي حماس جدا إن شاء الله بإذن الله. السلطنة ستستضيف وسباقة طبعا لمشاركة وتنفيذ مثل هذه المؤتمرات أيضا والملتقيات للجمعية الإعاقة الخليجية سواء عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا بالتعاون مع الجمعية الإعاقة الخليجية. طبعا حلقة انتهت، أشكرك دكتورة كثير الشكر، ما هي إضافتك؟ طبعا أنا أشكر الذي قام على تأسيس الجمعية الخليجية للإعاقة هو الشيخ معالي الشيخ دعيق الخليفة الذي أسس هذا الجمعية منذ 17 عام، وهو يسير بهذه السفينة
وكذلك أشكر أيضا من يقوم في مجلس الإدارة على الجهد الرائع الكبير، الأستاذة منى المنصوري والأستاذة رحاب بروسلي وكذلك الأستاذ مساعد العولة وغيرهم الذين يعملون من أجل الارتقاء بذوي الإعاقة بشكل خليجي والتمازج بين التجارب. كل يأخذ من تجربة كل دولة لها تميز، ونطلع بهذا التميز إلى الارتقاء لذوي الإعاقة. بارك الله فيك أستاذ سلطان. شكرا، واضح موضوع واضح. طبعا أشكرك جزيل الشكر، وأنا أوجه لهم نفس الشيء جزيل الشكر، والله يحفظهم إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ملتقيات قادمة بإذن الله. وفي الختام لازني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.